سلام، مرحبا بكم في قناة الحياة أسهل مع حياة. اليوم إن شاء الله بغيت نتقاسم معكم طريقتي في تجميد اللحوم والأسماك والأجبان، كيفاش تنحتفظ مع بيهم في المجمد. وأولا قبل كل شيء مبروك عواشركم، والله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وسع الرزق إن شاء الله. واخا عيانة وهاد الفيديوهات بثلاثة درتهم صورتهم في نفس اليوم، يعني خصني نستف كل حاجة في بلاصتها، ولكن صراحة ولفت نتقاسم معكم مجموعة من الأفكار. تبعوا الفيديو حتى الأخير، راه تلقاو فيه كل نصائح وكل أفكار جديدة، طريقة تجميد، طريقة غسل الدجاج، والمارينات ديال اللي ترقدوا فيها الدجاج، مجموعة من الأفكار نتمنى تستافدوا منها وتدعموني بلايك. اول حاجه هي الطريقه ديال التجميد ديال الاجبان اي الفرماج. انا تنفضل نقطعو قطع صغيره وندير لهم سلوفان ونجمدهم، ولا احتاجيت اكثر من قطعه نقدر نجبد القياس اللي بغيت، ماشي ان ندير قطع كبيره ونبقى نجبدها من الكونجيلاتور وناخذ القياس ونعاود ثاني نرجعها للكونجيلاتور. لا، من الافضل نديرو قطع صغيره وناخذو القياس اللي بغينا، يعني غيكون اكثر استفادة منه. بالنسبة للطريقة ديال الحوت، هنا تقديت شوية ديال الصول. درت الطبقة الاولى، تندير بلاطو ونفرشي لي بابي سلوفان ونخليه واحد 6 سوايع ونجمعه في بواطة باش نبقى نجبد هي القياس اللي بغيت. شحال من وحدة بغيت غنجبد، شحال ما احتاجيت من وحده تيتكون جولا مزيان. دابا ملي غنسالي غنهزو من هنا واحد 6 سوايع، غنهزو وحده بوحده وغنديرو في بواطا ولا في بلاستيك غيكون جامد، او بلاستيك ديال الكونجيلاتور. ديك الساعه ندير نجمدو باش ناخد اللي بغيت القياس اللي احتاجيت. غندير دابا طبقه اخرى لان ما فيا ما ندير بلاطو اخر، غنفرق بيناتهم طبقه اخرى ونسطفو. هاهو كنحاولو نسطفو، خلاص ديجا راه مغسول ومقاد، تنقصو علينا شوية ديال التمارة وصافي باش منين نحتاجو نبقاو نلقاو داكشي واجد. نزيد طبقة أخرى، ونفس الطريقة هكا تنديرها للدجاج ملي تيكون مقطع. نفس الطريقة باش ملي تنبغي تنجبد تنجمدو ونعزل الركيبات بوحدهم، الخيضات الجناوح بوحدهم، ومنين بغي نحتاجهم ناخد القياس اللي بغيت، طريف مورسو ولا دو ولا جوج ديال طريفات، القياس اللي بغيت. دابا صافي غنكونجولي هكا، غنغطيه ونكونجولي حتى نجبدو. من هنا واحد 6 سوايع ولا 8 سوايع نحس بيه تكونجولا، غنديرو دابا في الكونجيلاتور حتى يجمد وعاد نجمعو في بواطا. هانتوما كيف ما تتشوفو ونجمعو في بواطا. سمحوا لي شدتني الكحبه مع ريحه سكينجبير حراء. هذا الدجاج جوج خليتهم هكا صحاح، جوج تنقطعهم. هذا دايره له الملحه الحامض سكينجبير ضروري، وما تنغسلوش من الملحه والحامض سكينجبير، غنديرهم هكا فيه في الكونجيلاتور بالملحه والحامض ديالو سكينجبير حتى نحتاجهم منين نجبدهم. هادو تنخليهم هكا وربما نحتاجهم. ها تنهرسو لهم هادو لاننا ناويه نطيبو هكا صحاح. هادي دائما هاد العظيمات اللي هنا تيتهرسو، ها سمعتو تيتهرسو باش ما يتحلش لينا في الطياب، نعقدو ليهم رجيلاتهم
صافي. وبالنسبه للملحه كيف ما قلت لكم سكينجبير الحامض غيتكونجورا به، غيتكونجورا به. رفيت لي حطيت لكم الطريقه ديال غسيل الدجاج. هذا سكينجبير اللي تندير في الدجاج كيف ما تشوفوا، ها هو نيت يلا خديته، ماشي سكينجبير اللي تنطيبو به. لا تتقول لي العطار يعطيك منين تشري سكينجبير غتقول له عافاك عطيني هذا اللي ترميو، هاد التغربيله ديال سكينجبير، هاد الخيوطه اللي تيبقاو هما اللي تنغسل بهم الدجاج، هما اللي تنحكل الدجاج. هاد الخيوطه اللي تيبقاو تما في داك الغربال ديال الطاحونه تنبقاو نطلبوه من العطار تيعطيهم لك منين تشري سكينجبير، تيعطيهم لك زعما بحال دابا ها هي هذه مع دابا تقديت العطريه هذه عطاني هاد الكميه صراحه ما تخلصش فيها. تتقول له بغيت هذيك التغربيله تيعطيها لك منها، تتعطي تتحيد الصفوره ديال الدجاج تتبقى ريحتو مزيانه، تتحيد منه الزوره وريحه السكينجبير راكم عارفين تتواتي الدجاج تتواتى مع الدجاج. صافي هادو دابا غيتكون جولاو هكا، نديرهم هكا نزير عليهم هكا باش يكون جولاو. انا كيف ما قلت لكم هاد النهار اعدى نهار عندي في الشهر هو هاد النهار الاول تتكون فيه تمارة ودوبلا، ماشي على جوج وقيلا على اربعة تمارة الشهر كاملة تتكون. وقبل دائما تنوصيكم قبل ما تمشيو تقداو شوفوا بيت الخزينة عندكم شنو باقي عندكم، ما تبقاوش تمشيو للسوق وتقداو على الله، دائما شوف شنو محتاجة وما نتقدا حتى نكون دايرة واحد لائحة الطعام ديال الأسبوع باش نعرف شنو غناخد، وناخدو الخضرة ديال الفصل ما ناخدوش ديال الفصل باش تتعرفيها ديال الفصل ولا ماشي. دائما الحاجة اللي ما تتكونش وقتها راه تتكون غالية في الثمن، تيكون الثمن ديالها طالع. الحاجة ملي تيكون وقتها راه تتكون متوفرة في السوق، ملي ما تيكونش وقتها راه ما تتكونش الصراحة موجودة. دابا هذا غنديرو في الكونجيلاتور وغنجبد هذاك اللي مقطع اللي غسلت مقطع غنستفو معاكم، واخا الفيديو غيجي طويل ولكن لا اله الا الله. هذا بالنسبه للدجاج اللي مقطع ها هو يا تنقطع على 8، كل دجاجه تتقطع على 8. انا نزل دابا هنا في الطبقه التحتانيه السدوره باش ليكم ديجا حكالو الحامض الملحة سكينجبير، طلع الحامض الملحة سكينجبير. هادو جنين حامض نعملهم في الماء و تنحيد له الجلدة، تندير له الحامض الملحة سكينجبير و تنحيد له هذا الصدر حتى هو هذا من الفخذ كامل تيتسلخ تيتحيد له الجلده. غنديرو له طبقه ثانيه ونشريو على حسب الاحتياج اللي غنحتاجو. الانسان ما يبقاش يقوي بزاف ديال التقضيه. ونصيحة الأخوات اللي مازال عندهم ولادهم صغار يديروا بحساب أنهم مني غيكبروا راه غتكبر مصاريفهم، ما يديروش نفس الغلط اللي درت أنايا. يعني في الأول كان عندي سوء التخطيط ولكن الحمد لله والشكر لله الحمد لله، يعني وفقنا الله باش نربي وليداتنا ويقراو اللهم لك الحمد. هذا هو الفضل اللي عندنا، يعني كل واحد تكون عنده واحد الاولويات في الحياه. وصراحه وحنا الاولويه الاولى اللي خدينا التخطيط هو اننا نقريو وليداتنا ونوصلوهم، يعني اول حاجه عندنا في التخطيط هي القرايه ديال ولادنا اول حاجه، رغم من بعض الاخطاء ارتكبناها في الصغار. يعني كنا تنقولوا بان ما كناش ضامنين بان الدراري ملي غيكبروا
غيحتاجوا مصاريف كثيره بزاف. هادشي علاش تنوجه لكم هاد النصيحه للاخوات اللي مازال وليداتهم صغار. هانتوما صافي احنا استفناهم حتى تا هما يا نفس الطريقه ديال الحوت واحد المده ديال 8 سوايع على حسب كل واحد والكونجيلاتور ديالو بين ما جمدوا ونجمعهم في بواطه لو نجمعهم في بواطه ولا في بلاستيكه ديك الساعه غنبقى ناخذ الطريف اللي احتاجيت. احسن ما تفرقيه خضر وتديريه دي كونتيتي هكا بحال هكا قليله ولا كثيره ما تتلاقلاش كي لا بغيتي تزيدي ولا لا بغيتي تنقصي منها ما تيصلح لكش. اللهم تديريهم جامدين تتبقاي تاخدي القياس اللي بغيتي تزادك شي حاجه تزدي على ديك الكونتيتي كنتيهي بوحدك بغيتي تنقصي من ديك الكميه تتاخديه القياس اللي بغيتي. المهم انا بعدا تنفضل هاد الطريقه هي باش تنكونجولي. حنا عاودنا طبقه اخرى وهذه الطبقه الثالثه واقيلا صافي هذه هي الطبقه الاخيره غتكون ان شاء الله. تنفرقوا بيناتهم هكا سلوفان طبقه فوق طبقه. حنا هما قادين نبغيو نهزوهم راه غيتقسموا لينا لان اللحم ديجا ناشف. تيتحتاجو للتمر ديال المطلوع نطحنوهم كفته لان الكفته من الاحسن نطحنوها في الدار. وهذه ديال لاداند راه دغيا تطحن ساهله في الطحين ما صعيباش دغيا تطحن عندو 3 دغيا تطحن نديرو لها العطريه المناسبه ونطحنوها من الافضل. صافي دابا غنعاودو السلوفان هذه هي الطبقه الاخيره غنصدوها ونديرها في الكونجيلاتور حتى نحتاجوها. دابا هادشي اللي تندير هنا راه الليل دابا الصباح ان شاء الله عاوتاني غتكون المرحله الثانيه باش نديرهم في لي بواط. انا الطبقه الاولى هادو ديال الهبراء ديال لاداند غندير دابا هنا طبقه ثانيه ونفرقوا راه ديجا ناشفه هاد ستيك لادان هبرات لادان بروشيت هكا حتى الكفته ما تنشريهاش مطحونه كندير ليها هكا وعاد نطحنها. السلام عليكم. دابا هانتوما الدجاج غسلناه غسيل عادي كلشي راه تيعرفي غسل الدجاج. انا زولت له الجلده بحال الدجاجه كل دجاجه قطعتها على 8 السدور الخضر ركيبات بوحدهم يعني جنا واحد بوحدهم هما ركيبات بوحدهم. هنا عصرت الحامض عصرت شحال شي ثلاثه الحامضات وحفنه ديال الملحه ماشي شويه حفنه الملحه وغنزيد سكينجبير. هانتوما سكينجبير وغنزيد ازير ديال الازير. ها هو يا هذا هو السر ديال اللذة ديال الدجاج هو هاد الماغينات نخلطوها مزيان هكا ونخليو الدجاج مرقد فيها 24 ساعه ماشي نرقدوه ساعه ونغسلوه لا صفيوه من الماء مزيان. وفي حاله بالنسبه للسكينجبير اللي تطحنو عند العطار منين طحنيه تقولي له يخلي لك داك الشتب اللي تيبقى في الماكينه. نورمالمون الغبره راه تناخذوها تنطيبو بها وداك اللي تيبقى في الغربال هو اللي تنحكوه للدجاج. ها هو هاد الماغينات غيبقى مرقد فيها 24 ساعه في الثلاجه شي مشكل نقدروا نخليو حتى 48 ساعه يعني حتى يرقد مزيان. السلام عليكم. بغيت نشارك معكم طريقتي في الفريز.
كما العاده ما غنقولش لكم ما تنقيوها وتقطعوها، هادشي راكم عارفينه. المهم اللي تيميز هذه الطريقه هو انني تندير ليها المغليا وتنخليها نغطي، نديرها في شي بانيو ولا فاش ما بغيتو نتوميا، وتغطيها نخليها واحد 5 دقائق في المغليا. من بعد تنصفيها وناخذ القياض اللي بغيت نقلي، المهم على حسب المقله، خلاص زدت في المقله والقياض اللي بغيت نقلي، وترشو بسميده رقيقه وتنقليها حتى تجي مقرمشه وزوينه، واحد القرمشه متميزه فيها. لما كانت السميده رقيقه ممكن نديروا الطحين الفينو حتى بالفرن تجي زوينه، ولكن بسميده رقيقه ولا الفينو تجي احسن، تجي مقرمشه. هانتوما انا رشيت عليها هنايا الطحين الفينو وغنحركوها وغنديروها تقله.